بوصلتها دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان تشير إلى بعضهما البعض لتوسيع مجالات التعاون وتبادل المصالح المشتركة وتعزيز القدرات على تحقيق الأهداف. فالمؤشرات الاقتصادية لدول الخليج تسجل تقدما كبيرا وتستقطب الشراكات العالمية، خصوصا في ظل الثقة التي تتمتع بها على الساحة الدولية. بنسبة 8.9% تفوق الاقتصاد السعودي على دول مجموعة العشرين كالأقوى والأسرع نمواً خلال عام 2022، متخطياً المؤشرات والتقارير الدولية المتفائلة بشأنه. النظرة المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون لعام 2023 إيجابية، فالتوقعات تتجه لتحقيقها أعلى معدلات النمو عالمياً بنسبة 5%، مع تسجيل قفزات نوعية هي الأكبر منذ عقد على أقل تقدير. فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن الأزمات المرتبطة بحرب أوكرانيا ستكون آثارها محدودة على اقتصادات الخليج. الاقتصادات الصاعدة لدول آسيان حققت عوائد مهمة خلال العقدين الماضيين، ففي عام 2020 سجلت الرابطة ناتجا اقتصاديا ب3 تريليونات دولار، ما جعلها ثالث أكبر اقتصاد في آسيا والخامس عالميا. ومع استعادتها لزخم النمو في 2022 حققت ناتجا إجماليا ب3.6 تريليون دولار. كما أضافت الشراكة الاقتصادية بين آسيان ودول المحيطين الهند والهادي وانضمام الصين والهند أضافت إلى قوتها الاقتصادية، ليشكل نشاطها ثلث النشاط الاقتصادي عالميا مع تضاعف أسواقها لتضم 2.3 مليار شخص. مكانة دول مجلس التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية والثقة في سياساتها تجعلها وجهة للتكتلات العالمية عموما والآسيوية خصوصا لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. ورابطة آسيان تتجه صوب المملكة ودول الخليج لحصد قوة مضافة.